بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدقة وكيسة تبنات كمدة تحذير الفقهاء من تفريط الصفة في الأسماء والأحكام مستلد وحينو الدنبيسي أما قاعدة لباطنية الضباط تكفير العادة الكساب سنيد وحكا دي منابين وقذكرنا إن شاء الله تعالى وحنكور مرينينا من التنبيه يرو كسابسا مسائل كان علمي دقيقة نوعا وكلا يا أبحاثا عقد دقاء إلهي سبحانه وتعالى نكو فانسيه ونعمه وإنه كشكريه وحي سورة قال أنا أمدى وقلنا حريستو اسكونا داينو فانسيه حقا قبل العقوبة يوحي لها المال. ابن مسعود وحل قوري من طريقين عند الطيالسي وابي يعلى ابن أبي شيبة في المسند فسوي في التاريخ والمعرفة مروزي في السنة الطبراني في معاجمه حاكم يبيهقي في الشعب والمدخل غير كودباء إنه ابن مسعود نبي محمد بن رسول قال عليه الصلاة والسلام فقال نبي حوري يا ابن مسعود تدري أي عرى الإيمان أوثق؟ مسعود ومتق أنه قنتمها أما قضب بدأ إسلام كما إيمان كمدة أو حلوس أو أذك حق الرؤوس أنت يحرد الله حره وحريت المعنوي الله قوضه وحان إله الرسول كيسا وقال بنا هو شيء هذا صدح جرب نبي يقول علي هو شيء ويديي أنا أن أرني إله الرسول كيسا وحق له وقال بنا مركي أفراد من نبي حرف فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله قضب هذا يترك إسلام كإيمان كوحاو هذا حق الرجنت الله الرجيام الله حري إله الدرت يضحك علىته يا إله الدرت يضحون عضوات ولبس طويح حما مر لبعض من نبي كعري من سعود وحوري من سعود متقانا أفضل الناس تذكى كأفض بدن متقانا وحان إلى إله الرسول كساو قال بدن نبي وصدح جرب سواشة ويتيب وركدب وحنا بقولي أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم مسلمين توح أفض بدن أو ناكسن نك أو عمل وناكسن عبادة يطاع هذا لا لا إيمان يمتك أو ناكسن يا مسلمين تأو خير بدن قرما لكن إذا فقهوا في دينه وكي الدين تو ذا فهما هذا الدين تو ذا فهن سيهين وعقيدة ونعكسن تو أهل سنيهين وبيها عقيدة ذا اسكميل أتوغان حيوك لتقهيان عملك حيوك لتقهيان يطاع هذا مرصد حاطب النبي قوي عشو حني مسعود ومتقانا أتدري أي الناس أعلم وهذا بيت القصيد أتدري أي الناس أعلم ومضى مسلم كادت كأو أقوم بدن متقان إنك أو عالم سن صدح شرب النبي قو عشي بوري أن الله إله الرسول كساها وشاء أق مركز النبي بوري إنا علمهم أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على استه زحفا نبي مبارك وحي له وحا مسلمين تو علم بدن نينك حق او اركي اوك مركا مسلمين تو اسمان دافون اس خلافان مسلمين تو مسائل كا اسكو خلافان اي كو هردمان كو كلا تغا نينك حق كو هبسدي اركا اي ايش كومودا نينكا سا مسلمين تو علم بدن وان كان مقصرا في العمل عملك يا عباده هبا كو غابيو ونين غابس ها نقدو حق عدود يلحات كان وإن كان يزحف على استه زحفة ضدنا الضبط بها كبر كرتو وإن ضبط قصقة هي وعريانا بأ الله كدو حق عمل كي عبادنا هوا قابيو مسلمين تو مسائل الدينية العويسة مشكلات كمركة كوكرة تقان نينك حق أصيبة نينك أصاو علم بدن أبو يوسف القاضي الرواد حديث إن رقا وري كمذا وحورن شري وهذه صفة الفقهاء إن عند الاختلاف هذا حق أركته سيد دونا بعد قابسي دي حق بدن كي حق عبادة به وصفة الفقهاء حديث كاسير لبا طريق بطريق ضعف بكجرة ووداد وبخاري كيل منكر الحديث بكجرة طريقنا وطريق حسن سيد الراجحة وبكير من عرف بكجرة عند الجمهور ثقاء ودادها كهالينا تليين كي ضعيفيا وامد محتملة صادرت ابن شاهين أبو حفص ابن شاهين مركو حديث كنت تعليقين وحول وهذا حديث حسن الإسناد غريب اللفظي من ألفاظ رسول الله فأبان لنا أن أهل النجاة هم العالمون بالصلاح من الفساد عند اختلاف الناس
فمن لم يعرف الحق وقع في الباطل، ومن عرف الباطل اجتنبه. ومن أدعية من تقدم: اللهم أرنا الحق حقا وألهمنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. فمن لزم الحق لم يضره قلة العمل، ومن لم يعرف الحق لم ينفعه كثرة العمل، لأن العمل بلا علم يضر ولا ينفع. هذا الكيس سيدا سواها هذا الكيس بدو فهمي سوحبا كنو غنم هاي. وذات كيلورن جري نجم الدين الغزي الشافعي حسن التنبه لما ورد في تشبه أصوح كيلي بكو حديث تخريجي، وهو حديث حسن وله طرق يعدد بعضها بعضا. إن وزير اليماني الزيدي المعتدل حق التشيع عن وجه المعتزل مرده المال دوين من بوقاتي المعتدل في التشيع والاعتزال بانكج وشيذي. الوزير في الإثارة سوى حيولي صحيح الإسناد مر لباد وحولي أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد وهو كما قال شغل باين أبو تحسني حديثك سلسلة ذا. على اعتحال مسألة ذو ومسألة دقيقة يعني مرك الغفيريو فهم كذا وروح وفهمها أيوه عادرك هنا فهمته وحكاها قبانتا كلي أنا أسلانك فهمته. لكن إسلامك ما دام غبش لوسي داي وإسلامك مشوه لقرون عند بعض الناس تتكاسنا إن بضانو إنه قمد عن كتر سنين حقيقة الإسلامي كي يصوي وبرح ترم فهم مسألة ومسألة أكتسة بسيطة جلية بديهة وي. لكن لقرون با إسلام الذي فسرها يي مشوه وحال الذي فسر التوحيد يا شركي أن رب أهي وذا ديه نهر شوقين بضانو كمدا باطل كاسي أمن سنائي إن أتكبد بادو وإلهي سبحانه وتعالى وحق قطسه وحاو يوى نعمة من نعم الله عليك إن لقى الشكر يوبا يوباها انتهي شيء أصغو جلع من حيث الأدلة وقطع من حيث الدلالة أي شبهات كالسعودة هي واقعة كنا وشيء بيادة ما كان لأيه يا حق لقى الدلفين صدرتيت أي نبي محمد النبوة دي سلاو حكوها نوني ضعفاء الناس وحاقر مرأيه إلهي وسنكوها من أشراف قريش ونبلاؤهم وأذكياؤهم مسألة الذكاء وفتنة مسألة مئة وامحي وإلهام ربانئة هي فتن كاسو إلهي سبحانه وتعالى وحقر مرأيه مركة وإن لقرته هذه القرنة الذين كب أيضا غرور إن كل عين يعينات محان جميل مسألة برنان كاسك إسكاها بستين إلهي نوح قونا إذن لما أقاي عجب قاسي إسكا إلالية غرورك إسكا إلالية إسلام كينا تجديدية دي بسكو قلنا قضاء الإمام ابن القيم حكسو القوريي شغل سامي من تيمية مدرج سالك مجالات كلا والله وبقل سبحانه أو حول وكان إذا أثني عليه في وجهي يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا شغل سامي من تيمية صورني ما كلا أمانه شغل الإسلام باتهاي أمضى الله قول رقبتي كاناتهاي ناصر السنة ناصر الأمة لسيدة يعلي أكادي ترتيب سيد مدين ما هي والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا هذا القرسن جري معها شغل الإسلام نفتر كيسة يا جامع المسال مجلة كالسقالات طباطني السقالة سبحي وكلها حلو قولي أمرا لها الله ومسائل وقبطئي إصلاح لغيئي ومسلمين سكين وكهلاي فإني دائما أجدد إسلامي وأعوذ بالله من الخروج عنه في نقد وإبرامي والشخص هذا الذي يسوي إلهي وحكم من قال يا إسلام كان أنكبحه وأنردوه في نقضي وحي أن فرها إن برنها إيا أما أن صمينها إيا فرها إيا وإبرامي حركا حراها إيا يعني قو أنها انقاضا يقو أنها انكلا بنبا إلهي بان سبحانه وتعالى وقم من قال إن الإسلام كقبح لأنه حلي واحد فرطي إن أتكو قالوا ذا الله غيال واحد قنو دينا أتكو قالوا ذو هولا الثميسية هولا البريسيبة الدين كقبح كرتا قد يضمرك قد يتسهل ما هي وإن أندهك لقادان إلهي وحو إنكو ما قال الله يسنة كمها النقدان تنبيه كلا إرعى وحاوي توبة الكافر نينك مرتد كآما كافر كأسلق أها محوك توبة كينا توبته يسمى مجرد إيمان هبة مسوى لابد من الندم على كفر السابق فمس بحثي عقد أبه أنت إن أذفه أنت وحبا ما ذيك أحران كافرك أما أسلي هالنغضة أما الطاري هالنغضة توبته يسمى إن كفره هرؤو كان نغضة وحكبدا لي مادة مسوى حوي
kanqoshada kuma filay waa inuu la yimaado shalayti iyo ka qoomay inuu ka qoomayo kufriga hore oo hadduusan qoomo la imaanin laakiin kufriga hore uu ka tago wax wanaagsan oo iimaan islaam uu la yimaado tobaysi ma asaxaysa miyaa asaxii cunda ahli cilmi annahu binafsi iimaanihi taa'ib annahu binafsi iimaanihi taa'ib kufri hore dad ku jirti ood ka tagto ood islaamki ku hagagto ku hagaagaas wuxuu ku yahay toobad keen wixii hore cadeynaad ka noqotay iyo ka qoomame iyo hawlahaasi lama baahan lianna kufrahu alawal waa zaa'ilun biimaani laaxiq kufrigiisu hore wuxuu ku suulahayaa iimaankiisi dambeeyey wahada daahiru kitaabi illaahi qul liladiina kafaruu in yantahu yufir lahu ma qasalaf baa layidhi in yantahu waa maxay wixii hore haday ka hadhaan oy hawl cusub la yimaadaan oo islaamnimo iyo wanaaga yufir lahu ma qad salaf baxdigaana iska ogaada bacdu ahli cilmi arkaysa iyagoo masaa'ilaha dadka ay ku takfiirin jireen cafwan masaa'ilaha dadka hadda ku takfiiriyaan oo xataa ninkii ka shakiyay ay gaalaysiyeen waagoor ayagu ay qabeen waxaa ka mid a maxaa xasan ashaybaani maxaa xasan kaana jahmiyan kaana jahmiyan bukhaari baa ku sheegay fi khalqi afcaal alcibaad qur-aanku waa makhluuq buu odhan jiray abu zircata arrazi baa ku qiray abu xaatim baa ku qiray jamaaca min ahli xadiid baa kuwa annahu kaana jahmiyan weliba ku tajahumka ku daran أحمد ولكن هو شهاد يقنا وحولي كان ذلك في أمره الأول ثم تاب كتوبت كين وأقدم بحسوق ورنج فقاو الأمصار إن يكوت تجين قرآن هو مخلوق نك يجاد إنه يهاي كافر نك جالسين وينا وكافر وأنا أحد أئمة المسلمين محمد حسن الشيباني وكشافعي ليش جرين حول وين فقيها وعقل بدن أصوغ بانكارك شافعي ninkii aada u doodee aada iskugu baabaeen isagoo ahaa umka ninkuu ku radiyana waa isaga wuxuu nin calool weyn oo buuran oo xaggana fatin oo dakwa faqiiha ma arag waxaan ka ahayn maxaasan shaybaani ninka dhisay weye fiqi xanafiyadaba ay ku dul wareegto raggala waa iska waa rag cun culmaa waaweyn laakiin suu isagu u dadaalay oo maysa dadaalin ninka isagaa waagi dambe halkaasuu tagay axmed baa ka mid ahaa axmed baa ka mid ah oon takfiirin jirin bal weliba u arkay inay sunnadu tahay in laga aamuso takfiirinta iyo gaalaysiinta qofka yidhaha qur-aanku waa makhluuq waagi dambena wuxuu gaadhay ninkii yidhahdana waa gaal kii dhihi waayana waa gaal abu xaniifa ka mid a oo waagi hore saa odhan jir waagi dambena ka noqday oo dadka ku takfiirin jiray abu xaniifa qudhigiisay ka sugan tahay inuu odhan jiray qur-aanku waa makhluuq fastutiiba arrinta iyadaa limaratayn iyo masale kaloo iyadoona mar tilmaami doonaa laga yaa ka toobadkeen la yidhi waagi dambe isagaa soo guuriyo xanafiya ka soo guuriso kutubtooday mashhuur ku tahay inuu odhan jiray ninkii qur-aanku waa makhluuq yidhaahda waa kaafir billaah alcaiim ninka takfiirin waayana waa kaafir bay soo guuriyeen masalada ragga ugu daranba waaba xanafida waagi dambe tambiihaasna la socdo iska ogaada masalada ii raacda hadda een maanta ka bilaabayno tambiha dambena way iman doona hadalkii shalay ku saabsanaa jamaacaadka jihaadiga qaybo ka mid aan tacliiqin doono laakiin hadda takfiir alcaadir athaani alcaadir alawal oon soo dhamayn العذر الأول أنصر دمين خلاصيسه وحي أهيد مشرك أما كافر كفر معلوم من الدين بضرورة كتير ننكي قاليسين واي أصقع قالا لو عيلا نوع سكنيسين إن أتلاذان كفر يسوى كفر معلوم من الدين بالضرورة يعني أتلاذان لأنه لا يعرف كفرا من إيمان ولا إيمانا من كفر ما بيقى أنه بواجهل بحقيقة الإسلام لبضع اللبا waad cuskanaysaa faariqa u dhexeyna wuxuu ahaa midna waxay kuu sugnaanaysaa bacda assamci waalkhabari midna wuxuu ahaa kufrigii macquulka ahaa aan u baahnayn khabar iyo athar iyo aayaad aan u baahnayn oo daarami ka hadlay oo kale fii sunani muxuu ahaa raddi fi naqdihi lilmarisi idan manaadka iyo cillada aad ku gaalaysiin caadirka labaad waa nafsu lmanaad fi lcadir alawali wax kaloo soo kordhay ma jiro mushriga ninka gaalaysiin waayo isagoo xaalkiisa og maxaad tidhahdeen waa kaafir oo maxaad kaafir u noqotay jaahil waxaa tahay bixaqiiqati alislaam laa tacrifu kufra min iimaan haddaad kala garanayso ninka inuu kaafir yahay waad garan lahayd ninka inuu mushrig yahay waad garan lahayd maadan ka joogsateen nafs alqadiyad u istaagaysaa cadira thaani cadira thaani waa maxay nin ilaahay kayrkii caabudaya ama sanam caabudaya ama yuhuuda ama nasraani ama majuusi ama buudi ama siikh ah ayuu nin soomaaliya wuxuu yidhi yaa tidhi ninkan ka war xaaladiisu wuxuu ku yidhi waa muslim mutaawila waa jaahil
مسلم أو عدوى الأيادة وحاطري نينك أو حسن أها جيدي أو صنم دبتها جنب قال لي ميزك أشك زي عضو محاط كريضة كان لباد مع كان محاط كريضة نينك لباد بالله ليس كا صنم كعبد يا قرت كان إسلام إسلام كوه حكومينا محاط كريضة عضو حلو ورنتي ومتأول نينك هذا لما تكفير نكره ورنينك إجا بداية كان محاط كأمين سنتا إسلام كوه حكومي لما قال لي سينكرو صدح انه محسلتين صدح دي نبا قال اسلتين لماذا نينك كوبد مخو دحاي الشرك قدغي سبو سمين ممارسه وفعلا كل كوبدنا لباد دبا جوغينا نين قال لي مديس ايت معلوم من الدين بالضروره ايو قال لي سين واسلام او حكومه هيا كل لباد اما صدحات ومركه لقى فيريو مشرقي عادير كي لقى في رصدحات بنغني العادير الثاني ما بنغنى كم حد قال يسين نفس المناط نفس المناط نين قال لمديس الله هو بو أيو إسلام أحكمي صادرت أسول بتكسو قال لمديسو ومعلوم من الدين بالضرورة مثال إسك بسيطة يهود نبي موسى كفر ذي بيني سأمر دبتي أمر دي شيء أمر رفادي سي نبي قال آدو دباتي سي يكو هدو جو فارق ودحي محوية قال لمن بقى بترسطور ديراتي ayadoon baa socotay wiig abuu iyo ka oo kaab kaab iyo abkoobay gaadhay oo laakiin ciladu waa ciladi kuwa alan khayri abuudiga hadda caabuda iyo kuwa shaa abd qadir caabuda jira hore waa isku mid oo manaadku waa un manaadki nin walba kufrigu ku jiro heen waa macluum min ad-diini bid-daruura nin walba kufrigu ku jiro waa mahwaajahlun bil islaami wa haqaiqi al islaam wax faariq u dhaxeeya ma jiro سادة الوزير وحكي أورنج رئيس وعلى ذكوك عبد يروض الباسم في ذب عن سنة بالقاسم جلت كلباس شنبق السقال مرقوك هل لها يي حق الزامين يي معتزلين البغدادين تي بصريين تي استكفيريان مركي مرجاد وعوردارين يا شاعر ضيي وحر ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب التكفيره ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب التكفيره والعذر الأول ومن لم يكفره العاذر الأول لنك التكفيرين وين أصغانا وعاذر الثاني أين أصنا كافري هاي شك مالها وحور ولا علة لذلك صدح ضباء علة لوك تكفيرين مجد وان كاين إلا أن كفره معلوم من الدين ضرورة إلا أن كفره معلوم من الدين ضرورة اسكو علل تسلسل في التكفير بل وع العلم فهم در رأيك ينيس تسلسل بدعة أي حاجر مده سنية محوية مد شرعية مد بدعة سوعين كيسوكين وافق تسلسل بدعية هي تسلسل شرعية كل من وجد فيه مناط التكفير وكافي هدود ونسلسل هدقى عدو دوق دارو دها تكتو مركين الفانتين يا ربا هذا هو التسلسل الشرعي تسلسل بدعية وامحي نما نلقيه لين مناط كفر قوت ها تكفير سوي ونقم حدو قال يزيس وحدي وحدو قال يزي نين قال لما دو يسو اي قوانت هاي ايو كجه جهان هيا وإسلام كوع عامين هيا كي كباد با إيدي كي كسيو ريبا إيدي كي لباد با إيدي مت صدحات با إيدي تصالة قابن وعادر قيدي نبي محمد بعايا محاو حكومة وقال لغا فرسن ببكوري حسن بالقوة محاتري جامع قيدي ونبي عايب وقال يسين واي حسن وجامع حكا قادة أسنحر واللوع دور داري عبد الله بقولك حسن وعاتري جدي أو جامع إزدواتها كان بقول إسلام قام النبي محمد بعاين كانوا وكسي شكي إسلام ما ديسي قال ما ديسي وكسي إسلام بقول حكم حط كله هذا حلا في تركيا وعياك كم فقي أفرط محل هذا قرب نجاسة تيم بعد كل جيم واحد إذا صحيح لمار نمن النبي النبي عاي ينن إسلام ما كسي عامين هاي يكو كل واسنا لما يا كل قدوان محي ها قالوا باشو ساسة أسعون إيسا إنو حقيقة دي حالة الله سعون باكو إلا قربا مركة تسلسل كبدعيقا إسكي إلالي ولا شك أن من شك في كفر عابد الأسنام وجب تكفيره ومن لم يكفره والعذر الثانية ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضرورة تاسيم مركة وتعليلك مركة ذلك أمرتا منا أحاكو ديكرتا عذر الثاني إلا الله تكفيره والجهل بالإسلام كفره
كالمشرك والعذر الأول. تاسنوا محايا الحقيقة الإسلام لما قل مكرتميل لما قد دقي كان أيضا الشركي إيمان وكفر أكبر اسمه إيمان كران محايا الإسلام كصورتين الروحاني وإسلام كأسق تصور فاسد إسلام كنام محمد الله صدره أما مسلمين يقالين ما قال هذا هاي إن جهل وقع اللينا وقد يدب كسو قرية أبو الحسين الملطع الشافعي أردن تيصدح بقوله تضبات هجرة وكسو قرية عن جميع أهل القبلة في الرد على في التنبيه والرد على أهل والبدع وعيل صفحة أفرتنات مركو قد يدك أهلي. ومعنى ذلك أن معتزلة بغداد والبصرة وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر، لأن الشاك في الكفر لا إيمان له. لماذا؟ لأنه لا يعرف كفرا من إيمان، فليس بين الأمة كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الكافر كافر. حنوجد كافر كي معلوم من الدين بالضر أما كفر مجمع عليه متفقين خلاف كجر. أصنع الذي حكاد عندها القبلة كل إنا يتاي مرض التكفير والجهل، الجهل بالإسلام، الجهل بالكفر، الجهل بالإيمان. علاده هو وقصو من وزيرنا. إذن حكمك واحد كامل وقع لا ينكر أكثر من علة. إذن ومسألة فقهية وتقانات يجوز تعيين الحكم الواحد بأكثر من علة، وحاتل إن كان ويسدها كشفت صلاتنا متوكل كرمحي هي اللي بقلب عونه أبو النفس صلاة وحالي بطابطة هذا قبطه حالي تابشيد إنه ويسده أي كنت شبايسه أو مسؤول بقوله أبو كاتشي أو ألابك لا كتم وتيو وينيد أه من غير له هذا نجا ويسال أنت مسع الله كنت. إذن حكمك الشرعي وحابا الوعي اللي أكثر من علة واحدة الحكم السمعي الشرعي، أما الحكم العقلي سوى علة واحدة يرنكره قضية نذفان تنبيلتها. العذر الأول كيوه كوبات محاطر هذا وحو أمن سنة هاي الشرك والإسلام كون يميل كل مكران فأعذر المشرك تأولا، عذر الثاني وحو أمن سنة هاي أحد أمن سن إن إسلام توحيد كل شرك كل مكران إنه ولي مسلم سنة غني أصنف أعذر تأولا صدح وجاهل بحقة الإسلام فأشرك بعض ممارسة واعتقادا وأشرك بعض تصورا واعتقادا. تكفير كل واحد نوى معي ومعلوم من الدين بالضرورة صدح ذونا وجهلة بالإسلام. إذا أحقوق الميمركة أيها الله كفر الليل هذا كفر الجحودي وكفر الجهلي كفر التكذيب أو الجحود أو الرد لأخبار الله وأدفع ميسان إيه كفر الجهل. مدنا وحسونا ذا قبل السمع منا بعد السمع وسقنانية مثلا إير على وحوي صدح كوحوت أيان بربر دقنا سدوفا هنتان مركان كهالي عاذرك هذا كور مدن بفاي لكن هذا عن ظلم الرون جاحذي إن من كان يجرى جاحظ إنك عامر من بحر أبو عثمان المعتزلي وأنه هو متقدم ولا بقول كنت كجدا ملها صد أنت يا شيخ يسوع كسيوي عثمان من عشر لجأ النميري حقبان جاهلكو كفر وقرد عاي جهلا وقرد عاي كافر مها عند الله حتى يعلم الجاهل معذور والعالم محجوج بيقبان. الجاهل معذور عند الله والعالم محجوج يعني قر الآن ولا قره له وإنما هو كافر ظاهرا في الدنيا بيتاغيه وجاحد يو شيخيسي ثمامة من عشر الجاحدية الثمامية حيقبان نو البو قال لما كرد عاي أما عالم هنقضو أما جاهل نقضو وكافر حكم كأدون كمركين إيغين لكن إنك جاهل كأه عند الله ماها كافر إلهي بان آخر كلا صار دون جاهل كأيو يا عالمك لكن أدونك كل من أثر الكفر فهو كافر بتاغيه والجاحد يا شيخيسي انت هنا فانتين بيلتها جهمية قوت مدين وحي لها الماء جهمية الراوندي الصالحين من كان صوترني يوحي ليهن كل نو البو قال لما مش سوا كافر وي في الدنيا أدونك انت اللي جوغه نو البو قال لما مش سوا كافر لكن من كان اعتقادتني قال لماذا قال ما عند الله
عند الله. اعتقادك هو نوع من العلم عند أهل العلم، الاعتقاد هو نوع من العلم. أدونك هو كافر، بأن كل من أثر الكفر فهو كافر عندنا وعند المسلمين. لكن اعتقادك هو شرط هي تكفير انت عند الله وفي الآخرة هي عذابك آيد حتى يعتقد. إذن الجاهل أكتوض وام عفوا غير المعتقد، إن كان جحود لجهل أما تكذيب لجهل أما معاند أنا هين أكتوض وام حي ومسلم عند الله، مسلم عند الله وأنا كافر في الحكم الدنيوي. انت أنا أسفين إلى تاي وحاكوين من الصوفسطائيين من اللي يدعوه الصوفسطائي العندية وحالوي غنى جاحد الحقائق أو منكر الحقائق أو منكر الضرورية صادون دانده وأن منك قبه حقائق دوا نسبي وإضافي وح شرك اللي يدعوه ماشا تاغن ووصف اللي يقانو الأكثر مجره إسلام وح اللي يدعوه ماشا تاغن مجره هي كل بس أغرق توي وحان الصمين هذا نوارك إنه شرك يا وها شرك أنه مشرك باناي عبد هدوارك إنه شرك أهينا وإسلام يا وحاسنا وهو إسلام وذاتك هدو عبد الله نوارك وهو عبد الله هدور شدوارك إنه يها جيدنا وها جيد حسنا دوارك جامع وها جامع نقول بقى ركتدي سيين ليسا أيهو حقيقة الحقائق والماهيات وتابعة للتصورات والإدراكات والاعتقاد بيتاغيين أيوه هالكاس يكون رفتين هالضباء مشرك كجر الشرك وأوجيها وحنو شرك أقتضوا محي ومشرك حقيقة تشكنا وعلاقها لي نينكي وأرك شرك وصمين هاي ينوس شرك بقى هاي ولو دوا شيء هاينا وح كجرة وح في عون إسلام نما نمان كان وأصف استيا العندية فالحقائق عندهم والنسبية إضافية اعتبارية إذا وادي أوصاف ربا معها نمان كاس مركة ها يوحى سودو يكو هذا الشوقة روح إلى وفهمه سلفية دكوا شكت بضم قط بنك الله يا ما أنت شوكت إنك صوم بدك إسلام كشكت ما كله يقى أي نيا إن قونا يا نسبة إسكير كواس يكو أنا سودو لكن جاحدية يا ثمامية يا جهمية يا راوندية كخير بدن كون هذا السلفية الشيخاني محيدا عاذري محيدا ننك قدع قال لمو أقون درع وقدع أما تأول وقدع كافر ما لا في الدنيا ولا في الآخرة لا عندنا ولا عند الله لا في الآخرة ولا في الدنيا وامحي مسلم بحق قموي لا يكفر الله ظاهرا ولا باطنا حتى يعلم بل لا يثبت في اسم الكفر والوصف ولا حكمه تلمان قال لمن لسين مايو مقع قال لمن لسين مايو حكم كل لسين لا في الدنيا ولا في الآخرة بل شرك وكجر وحبا يلي مايو إنو زنيستي إنو شرك كل فلوي وحدن بوين إنو زنيستو خمرضا إنو عبي إنو إلهي غير كي عابدو وحا علوس خمرضا لأن خمرضا هو الدنب وإنو كتبت كير لكن كفر شرك وجهل أقول دعي وبيكو داتا بيكو داتي وي لو قبان مهايو لو حساي مهايو ناركو قلي مهايو إيمان كي سكون نقصامي مهايو طب أمام بحان ويسكت دافن يهي ورقم يدفانتي نيمان كان نوع عاصة وحال ربطان إنا تكون فيو ده نوع عاميسان حقا نا تكون دبتو كتان الشيخي بالبا ما أنت نوخد بهي آدي الأهضاء ورقم يدفانتي وركان الثانتين بيلت هدو مركان اسكال الله أدين كين حسنة ووالين هرام بو والا وركا وركي نوي اسكال الالية مسألة ومسألة خطر فمن أغلظ كفرا في دين الله من هؤلاء أفرتا كوحود نكتا ميزان سارتا مثل قانمون إيش هيك عامل المسلمين تهرتشو غانو علم اسكال قد هيا وحبقوا ما هيسنو محايا يلي هين لما الصعودان با أيضا يدلدلها أحاديث بيدلدلها يانو صلاة بيتك حكتها ما هي أنبا لحظة كم بيدون سمال عوريو حولي أبار بموك عامض إلى حقيقة الله فانسيني وحي ونمان كان يين وحي أمنسين لو شيء ويكون راعة هيان أيوه سيدا وحفها مي هوستا لغا ما حريقي كرو الجاهل بالحال وينات فانتين بيلا طاي مثلا إيه الرعضة
علوينكو واللبو العلو وضربان سمعية وعقلية مركا غرف شرعيا اسكتانا حكم كشرعي يعلل بأكثر من علة بخلاف الحكم العقلي فلا يجوز التعليل بعلة واحدة سوى هذا حكم كعقلي هل علم بلغو علين كرا هل مناظم بلغو علين كرا أما حكم كشرعي وحاب بنان على الراجح في الأصول إنه قل علية أكثر من علة واحد إنك حكم كاسئوية أحكام متداخلة حقيقة ما كفيق أصول كلاقها الله مثلا نبا وحلود ليا قصاصا ردة وحلود ليا مثلا حد وقل عوكالي أحكام تبا هل محل إسكوك تمت محل كبا كعير يما أي وذا قادي ويدي فتداخلت وأحكام متماثلة تداخلت نباتر ويسالان سراد متوغن كرم حي لي هيلب قيل بصوعني ونفسي وكاتشي هوني بطابتي سحرنا ويكتب وشن علو مثل بحيلات هاي حكم دوني دالين ليس لكن ما دام احكام تايسكم ميت هاي انتقاد الوضوء اي وضع تاي انتقاد الوضوء بالاكل لحم الابل بالبول بمس النساء او ملامسه النساء الى اخره علينا واحكام متماثله ها ضاق عنها المحل ها فتداخلت ان الفانتين بلا اصل كده واحكام متماثله تداخلت لضيق المحل وحال اسكيد لكن حابنا ان لغو عليه حكم كشرعي ده اكثر من عله هذي اسكو عله اسكو نوع يهين وتداخل هذي كرنا وكل دوين احكام سيده قصاص يهوله كلو كلي المهم قضيه ان الفانتين بلا وحن وجد مركا من شروط العلة العقلية وحاوي الاعتراض والانعكاس محلوي لحكم كعقلك لقما إلا لقما دقا وحن هل علا أهين وحاذا الربا شروط العلة العقلية وحاكمدة أيضا هدين له الحكم كين له هدين لواينا حمك اللواي الحكم يدور معها وجودا وعدما ثبوتا وانتفاء وحكروا ممتنع عندهم إن حكم كالقو حروه إلا كالون أساكا أيضا أهين تعليق الحكم على غير الممتنع وحكره لازم كمال أحكامتها إلى العقلية وجوب حكمها أو وجوب معلولها في كل زمان وفي أي محل وجد فيه صادرت مركز رب تعاذر المشرك إنها تكفير سو تكفير كي عقلية هاي معقول كها وأتقول لك إلا واحدة فقط وأه الجهل بحقيقة الإسلام وجاهل بالله وبما يستحقه وجاهل بحقيقة الإسلام بتكون على نساء لأنه حكم كاسي وحكم عقلي ودينية حكم كعقلي ودينية أنا مجي لك روح عن كاهين علة واحدة علة واحدة حين قلت الجهل بالإسلام وبالله وبما يستحقه أنت أنا فهمت بلا طيب مركان لنا هاي حو صورتين كاني اجتماع الشرك والإسلام في محل واحد ما هي علة عصب وتحقيق للجهل بالإسلام أنا أذفان تنبر ما كان كله أن كان وحو صورة يستي عاذرك إن شركي إسلام ملك كل مكران فأعذر المشرك محان حقها الله يوم كلي وذي ولي وذا تحقيق من كو وذا جهل من كو ديران درنية إنه جاهلية هاي وتصور فاسد قوته وإسلام وسنقرنين وشرك وسنقرنين من كو ديران درين مويا وحصب ما أنا كينين قل يا وحكونا علاه وحاوى انتقاد أصل الدين انتقاد أصل الدين وحكم من أحكام العلة نفس القضية وهي وح عادير كلو تكفيرن هي مشرقة كفر وكجرة معلوم يدين بلو تكفيرن هي وانتقاد أصل دينه انتقاد أصل الدين ما علة هي وحكم من أحكام العلة لماذا انتقد أصل دينه اللي جهل بالإسلام أسودين كيزم حادمي أقوى انطر ما بقرن إسلام من قرني وإلا إسلام قد قرنها يحوجه لها أسودين انتقاد أسودين ما ها إلا عصيبة وآثر أما حكم أحكام اللي علو أو كترجمة هي جهل ونكو حق الجني كذلك قل يا وحكورن هيا إلا ضوى عدم الكفر بالطاغوت مشرك وكافر لأنه لم يكفر بالطاغوت كتكفير وين وكافر لأنه لم يكفر بالطاغوت كلا بعدنا ونفس الشيء أي أنه أثر من آثار العلة لماذا لم يكفر بالطاغوت
لماذا لم يكفر بالطاغوت؟ للجهل بالإسلام. أقول در رئيسة إذن أنت أصلاً ينلغو السرين ومحي وآثار أحكام أما تحقيق للجلة للعلة والجهل أوية وحكو خلط منه مركن أسو ورقنو أسو قروتي آيد شرعية دي ورد النصوص وتكذيبها محي وتكفير سمعه كي عقلها فطرها ماها بحثي هورين كهلين والتكفير قبل السمع منه كهلين ساوك لفهما الا ذا ايشك مناطكو هديلو انتقاد اس الدين بات كدغت مرنا عدم الكفر بالطاغوت بات كدغت مرنا وحد كدغت لانه تصورا فاسدا في اجتماعي الاسلام والاسلام والشرك في محل واحد وحاصل حال له وا محي اظن بان كوبل بلارين هياي هي وحي كدل وريغيسا انه جاهل بالله وبالرسوله وبالاسلام وحقائقه جاهل كنا وغير عارف نما وحجرنا إنين حكم لما سينكر هرتا على جاهل وإسلام على جاهل سائنا دفان أم بالربا علة ذلك أي والله بريس علة عقلية ده مسألة إير على ومسألة تكفير بخلق القرآن إشكال بايدك إيمانية إشكالك حن غنية أئمة السلف إن بدونه كم ده حد قار كيسا يقوله الجهمي هو كافر ومن شك في كفر هنا أصنع كافر مسألة الجهمية هذا قصوا عام بحين قال لو ردينا ولا بمسألة علو الله على عرشه هي إيه مسألة الخلق بقى وعن سنة رؤية هي وبحث أبحاث كلوي لبدا مسألات قصوا عام بحضي إذن مسألة آيات المام سؤر نيسا قرآن كوا مخلوق أحد كي هذا وكافر لما هي بالتعيي آيات ثقو حتى أور نيسا صفات كرب جاي مد كم إذا نكى ذا ومخلوقنا وكافر حتى الله ما هي حديث الله ما هي أصحي إجماع سابق ومتقدم أنا مجرى على بدعاء كهريين الله ما هي إذا محاض أطر هذا مرك وين نكى نوع عاصه وكافر كي قال يسين ويا حقيقة هذا مسألة عقنا أصلا وكافر أطر هذا سوما هوشو التكفير باللازم المذهب خلاف بين كوتري كفر حكم شرع وهو لقاط شرع كتابا وسنة وإجماع إلى آخره شرع قنا وحوي هذا ومكون من سمع وعقل إجماعنا ما هي سان سيد هو شكو إما ليس إشكال كاسي إن كان فهم القضية ده يكون حرام طاي إن كان قضية ده فهم يودي بيا إشكالك حن قول بيا سلفكو مركي الربان إن إنك تكفيرية إنك جاليسين وإجاليسيان تعليل كودة وحيد العلوم والمدارك والمدارك الفقهية تؤخذ قد تؤخذ من مسائل الفتوى قرافي باكغال القاعدة كتاب كسي العقد المنظوم في الخصوص والعموم ورنتي مركا قارك السلف كي يعفق هذا ورأينا يسعيد لكو شيئين بالله يابا مناتك أيسا كتاب سنين لكن أحكام سيدة هي ومسائل كهلا أذا لك أرى بأنت تفضل نقطة ذكية وذن ذهب بعرسو استبردكتو وذبن دبتو إنا فيرس مسائل كودو يا أحكام تضوحي كدل وريقيس يا وحي كدل الصيان إذن المدارك أي المناطات مناطات كو حلقة قادن كان مركة قاركوضة كلاسو بيحي من مختلف المسائل من المسائل مفتى بها إذن حنفية حكاكي كان نعيل الكاي وحي كدل الصيان مسائل كي فتاويذ أبو حنفية أي مضادة أروريين وحي قادن وحي كدل وريقيس كذلك قواعد الشافعي بدون كميدهم حلقة كيري استقراء لكلامه فتاويل سبا لفري رسائل كيسي كلام كيسي مناطات كود الورقه اللي ايه جايه مركز هدا اظن ميل بقاري هل كتاب وكتب توضا كميدا العقائد المسنده المطوله هذا اخر واحد اركيسا اني مساله العين الهيان مناط كفر يسوي هاي معلوم من الديني بالضروره حيليه انك الى قران هو مخلوق وحويري اله هو مخلوقه وحيوري علم الله بام مخلوقة إلهي علم يسون مخلوق معها علم إلهي دون مخلوق نقضى أصدقى مخلوق نقضى إذا تدعى إسكلا علمك ننكي سيدا إلهي هو كافر حيلا أذين القرآن هو مخلوق ننكي جيدي وحيلا أذين قيد ننكي لغحرة قال لما يسو أيسا مرن يلني ننكي مركا مقالة فهنسا يا هذا كان وحا قد الله يا فهنسا مركا التكفيرين يا كي قال يسين وين قال يسين وحلا هذا هيان مناط يعلو إن كفرت هاي أحد بين آدم وإسلام شكت وسكشك زنيت وآه
إلهي ذاتيس إن إنكر تبا وعدم كدكتو أما أصيغ بأت كدكتو مخلوق أنا وكلاء أما أتجاهل بالله كدكتو أما أتكدكتو الله فقير غني عن العالم بأنا هاي صدرت بك لقاجر عامل أن فهم إنه شنيو نينك عالم كبصير كوشك لفهم هاي إذا تصور كما قال أنا صورته وحكد الله إنه أذ فهمته كدمنا الكسير لقى أذيكتو وحوار كهيين إن الالتزامتي أو قالتي قايبتي إلهي مخلوقي علمي سم مخلوقي ألان أو سنجرين قرآنكم وقر مصاحفته ألان عرشي كمصر رأيه نبي محمد قبري سكم جريكو إلساميين حقيقة سيكولا هذه الكاس يقول مريا إن هذه فانتين برم ملينيه إذن صادرت تدبيسا عامدي جهمية إي علماء دودي أيسا اسكم ميل مرينة وأحمد أرنجري علماء المعتزلة الزنادقة معوك لقال هيا علماء المعتزلة الزنادقة عوام تظن هي الزنادقة ما لأنه هو إجماع إجماع وبرها القبلة أن مفهوم المخالفة في كلام العلماء يؤخذ مفهوم المخالفة في كلام الشارع بمختلف يعني وحنفية نقول جدا دليل الخطاب الله يقنا مفهوم مخالفة من العسكنة في الأدلة الشرعية خلافية في الأصول لكن حنفية نقول خلاف في أدلة الشارع مفهوم مخالفة من القبصنة وحيث موافقين علوم هذا الكود مفهوم الموافقية مخالفة بأنه معتبر يعني وكمان وضع صعنا بإلتها كلا علماء المعتزلة زنادقة عوامتهم حي يا محي زنادقون نقوم وايه حقيقة المقالة ما بي الله ما سعد ما نفهمها هي إشكال كمرك أنا أتقابك أو قد بالتان وسوف فانتان أيا الربا إش وحيسو هري إجماعات كأيسو قوريان بعض أهل العلم من أصحاب الحديث إذا حرب إسماعيل الكرماني يرجع الله ميت كأيسو قوريان حولهم التكفير انكروا مركة أصول كمرك سمحي لي مركة كوباد واتفاق جماعة من مشايخ الناقلي وليس اتفاق أهل الحديث قاطبة حد من عين الكرمان وحقوله علماء أن سوق قاري أم حقق قاطي هبلي 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 رجل لم يتكعب وكله حسوق قرنا يا شيخه مشايخ دي سوق وحكبر تي وهو درك هو بنا دور بقول عن دافع إن أما أخير مرك قارك ضي بطان نكون قاري أيوة حكى سوق قر إيه مسوق قرنين ملايين تي أهل الحديث اجمعوا كذا مو سوق قرن توا مثلا مثال الله بعد هدي اللي إذا دودات كان محدد كاو حسوق قري اتفاق إجماع أهل الحديث بسوقوري أو نصل منه وحالنا واتفاق طائفة من المسلمين وليس إجماعا للمسلمين أهل الحديث هو طائفة من المسلمين وذلك الناقل كان وحسوقوري إجماع طائفة من المسلمين إجماع الوحوجين غنشري مركوية هاي إجماع الأمة في علمائها إن أدفانتين بإلى التاريخ إشكال بأيمانية وحلو قرنية مركة قاركود اتفاق طائفة من المسلمين بالاعتبارية وحجن وقدا وذاته صحيح محايا إلي إجماع النحويين وحج وإجماع اللغويين وحجة في اللغة وإجماع الأصوليين وحجة في الأصول وإجماع أهل التفسير وحجة في التفسير إجماع الفقهائنا وحجة في الفقه إجماع الأطباء وحجة في طبهم إذن هوش ما حد كلي ذي ورك ورف عوي واصح لكن إجماع أهل الجرح والتعديل له وحجة في بابهم وحالي ذي انتاس واصح اتفاق الطوائف وحجة شرعية النقضة في فنهم الخاص مسألة النواة مسألة هين عاما مشتركة بين جميع الطوائف مثلا التكفيري والتبديعي وحكم شرعي وعامة نقول كو هين أهل الحديث فقه لغويين نحات أصوليين مفسرين نقول كو ماها ومسألة مشتركة عامة بين المسلمين تاسنا وحال الربا إن اتفاق لهلو أهل القبلة أما المسائل الشرعية المشتركة فلا يكون اتفاق طائفة هين اتفاق طائفة على قول حجة على خصومها تايسك هذا ولي ضد بس كأخل ضنطها ما كتر أو حال سوق قري اتفاق أهل الحديث
وأنكون رفضنا دكتور مقال دربان كقريد بداية ورفاهم إنكار قبوا اتفاقوا طائف وحجون نقضاء في فنهم الخاص، لكن مسائل كشرعية مشتركة النحات لغويين أصوليين فقهاء مفسرين رواة أطباء عامجيس كل أرحي وحال الرواة يجمعوا الأمة. هنا كلفانتان مهم جدا وهو شايدا سلم بأنه يهي أن سلمنا أنه يهي باتفاق هي جميع الطوائف وحن كأهين نغلى تكفيرنا كما السوقات بأنه يجمع طوائف جميع الطوائف إلا جهم يوم عزلة كان لف تركيسو من نقونا يجمع كان لف تركيسو يجمع من نقونا محايا إلي لأن القرآن هو مخلوق لأنتو زن هوشان كل عمحو كميدها مسلمين تكميدها مجتهد بوها مسلمين تكميدها أنتو إنكرين علو الله على عرش محوها مسلم بوها هذا إنه إسقابان ناي إنه أفر من سلاان هران لقاها لين وان آيات لوهينين وان حديث لوهينين وإجماع سابق اللوهين من أفر تنسوغة من الله أفر وذاذ وضمحك وصنا كركر يوم مجتهدين وانا أنا إذن خلافي صدح إن تاد فوريسان وديك تقوم وحان سوسا الرأي إن هذا مسلمين تكتر سنين وحكو ديه هداي محاز لاهي هداي محاز لاهي المسلمين آفان ما كيتين بيها سارتنا هداي رأي دكو ديداني إنا قال لمتا أنا بد ديداني قرمان قالوا باه يا ممارس عملية مركز روح كتب فيهن وإن دي الله يسوحون كفرية شحاسن إن يكاوس بحي من تركسات فقط كفر وانا دهيس طيب هذا تندي إلا ما هي هذا الفانتين بإلا التاعي وحكورنا يا ورعانو قالوا ما هيو إلا تصدح لأنه المسلمين تبس على النقطان صدح أن كلي إلا المسلمين نقطان أنو قالوا ما هيو ويجمعن وحجن نقونا يا مركز كلي النقطان مسلمين تقعدن أنا أم برنانك وبحايا مسلمين تقولنا كلين من نقوم كرت إلى أن وان قالوا به أنا أقول ما قالوا به هي إلى إذن كأذ كلين مسلمين نقطة إذن دورك يتسلسل كأتقانين باكرنا دورك باطل كباكرنا لي توقف شيء على ما توقف عليه باكرنا ليس صادرت نكلم المسان وحول المكوش المجتهد المبتدع المكفر ببدعته لا يعتبر أي في الإجماع ولا يثبت كفره بإجماع أهل عصره لأنهم لا يكونون كل الأمة ما لم يكفر ولا يكفر حتى يكون كل الأمة فهو دور لكن يكفر بإجماع تقدمهم أو بقاطع غير الإجماع أو بقاطع غير الإجماع قاطع محولي هاي قاطع محولي هاي دي مجتهدكم في المسائل الخلافية لقمة لقمة تكفيرين جرين مجتهد بكسوها الله أقول خلطمينا الشاعر ذو بضن قد ما شرديان دليل التكفير أنه يهي قاطعي رقي أربع شرديان أسوق أنه كمجي رقي شردي أو بقاطع أنت أمرك إشكال إنك حجي هذا ما دام مجتهد يهي في المسائل الخلافية اللي هم التكفيرين كاري وعين الله عسكده تكفيرك دليل قاطعي مرة بعد بحوله يهي ولا يكفي في تكفيره إجماع أهل عصره لأنه منهم ما يدي جرتين إجماع تعرفي واتفاقه مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد محمد عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي إذن مجتهدي الأمة في عصر ما نحجوا بكل أنا بتاعني قرمادي قال يسين إنسان دليل كأنه وان برنا كاسن مري ما هي إنسان زوما إجماعه فرب إيجا تاعن صدرت لأنه منهم فلا ينعقد الإجماع مع خلافه نعم يثبت تكفيره بإجماع أهل عصر قبل عصره أو بنص قاطع ومركل وسوي هذا الكوحاس نسأل الله قراء في انت يا خصيصا سوق قادنا يا فحيث بنينا مجتهدين تمبتدع لها إجماع وضي الله يا خلاف على أنهم كفار ينبغي أن يثبت ذلك بدليل غير إجماعنا فإن إجماعنا لا يكون حجة على تكفيرهم إلا إذا كنا نحن كل الأمة ولا نكون نحن كل الأمة حتى يكون غيرنا كافرا فيتوقف كون إجماعنا حجة على كونهم كفارا ويتوقف كونهم كفارا على إجماعنا فتوقف كل واحد منهم على الآخر فلزم الدور مركز وحوليه هاي
أن تكفيرهم بإجماعنا فرع لكون إجماعنا حجة، وإنما يكون حجة إذا كفروا حتى نبقى نحن كل الأمة فيلزم الدور. إشكال كذا فهمتان بالربا وليا فهم ويقول رفاضي ويجي بعدن صومالي اللي قومه الرين مركا خليك ويتين مساكين إسكا إلالية مركاد مركا مسائل كذا كنت تكفير نيسان وإجماع أهل الحديث عسكان نيسان فهم إشكال كفقه جاي أصولي جاي مسألة كتيرة وحيث الرعون هذا كوجب جبينة يمسوي دراتي محان كنت تكفير نينين ك شعائر تظاهرة إسلام وحكم اعتبار واي من لم يعتبر الشعائر الظاهرة في الحكم بالإسلامي ونصوهر مريني سيدا قولي حراقي سيدا إيا الخوارج الجدد أو نقاني بعد إقامة الحجة عليهم وكفروا. لماذا؟ إسلام روح موجستي في أي بلد أوتشوغو شاتين كبوكوها الله يا وحلا معنا الله إيمانا يا شعائر تظاهر يا كم صلاة دي زكاة دي خصائص الإسلام كم مقطة أما أمارات كبا كم وظهوران وصور مريي وح قال نمو اللقوء جاينا ما يشرتو ننك أصلا إن لو حكم إسلام نمو وحكم قطعيا معلوم من الدين بالضرورة ننك نقو خلاف هوشا أصلا هوشا أيضا وإن لا اعتبار شعائر في أي بلد الظاهرة الاعتبارية إن كان متمكنا من العلم وهو الغالب وكافر من لم يتمكن من العلم عرف فإن أصر كفر بعد ذلك قوليها نمرك هذا أدون كردوبا وحيوب بدين خوارج الجدد مع حرق ساون نقان صدحك وحي محمود نور عثمان وكالي وام حواني من متمكن هوش الله سعود وإن بدل الله النقاش أولا الله الضوضي أق ماشي باش ومريش هذا ويكون لك أدقيين إذن وحالينا هو بعد إقامة الحجة وكفر مرتدون هذو هران إسلام واصحي هذيك لو كفار أصليين هذو إسلام هران واصحين تأول كذو محلق سوقادي وحبي تأويشنا يا وحبي حواقنا ين التأول في الضروريات مع التمكن تكذيب وجحد للشرائع تانو قال واقع دم بدن وادين سو شيغي رجحت ففاي وحكم ذا وذاتك أشعري جاي أها أبو حامد الغزالي كتاب سأل اقتصاد في اعتقاد كأخريات بقضية ضوء الله هي فيصل التفرقة بين الزندقة بين الإسلام والزندقة التأول في الضروريات مع التمكنه وتكذيب وجحد للشرائع تأويل معها هل مثلا يعني لسكو خلدين أو خلاف كجري لاحق وضنبو حنفيهم صهر مريني إن إسلام مجستهاد كورنا قال من لقوعه يهودي ينصران وإسلام يأييري وقليك لقادة يوثنقة إيوه كتابك وصهر مريني معلوم الكفر سابقا ثم أظهر الإسلام شروط بقى لقى الربايا هؤلاء لقى الربا وبحث هوران صور مرياتكم مشغول معي كان كه الله ينكو تكفيرنا يو وأني بعد أنكو أجين ها وح عن كفر سابق وكم أجد وح عن شعائر تظاهر كي الإسلام كأم مجتمع أن كان كم أجد ومجتمعات كأدون كتشوكسي وبدني مجرد روح ودار كفر تشوكنا ها وح كو تكفير وحاجرة خوارج وذات كان صور شجنيها ها حسن من حي بن صالح الفقيه الثوري ذاك إخباط المنافق ثوري كديجري لبضها اسكو قلين معلوم الكفر سابقا ثم أثر الإسلام يشروط دي لسكو هيا فقه اسكو هيا ينما ذن كؤغين كفر هوري أكتا انكلية مسان باس كوكو توسوه تكون أغارت إنك محاو حكومة حمر باس لك سور عليسي مسان إسلكو يلا تميد وإذا سفي عنه تكين أغارت محاو حكومة إنك إسلامي ما هذا كتوقف ته هو استنكا حريقينا حي واحد ما تقن مايا ما قال لي بدكو قيد مايا هي ما حد قاركتا اسوا شهاده ما نركا سوما هي صلاه تكني حكم اسلام حكم اي اي انا وحان لين هاي اسلامي ما هذا اينا اي اي كان فهمت مر مرينيا وحان اسكو هي نبدا ويا الله خلدب خلاصته وحي اهيد من عبد غير الله فهو كافر مشرك قبل الخبر وبعده نك إسلام حكومنا مع العلم بالحال أصنوا كافر وهو العادل الأول متك عادرك نك أصنع جالسين ويسوق حكت سوقنا أصنوا كافر بعد العلم بالحال وهو العادل الثاني نك أن أحكم شعائر تظاهرت كم موجسنا ينقال لمهر لجوء أجن إسلام أحكمنا بعد إقامة الحجة يسونا وكافر وأنا سيد أبدا انتهي اختلاف الفقهاء في معلوم الكفر سابقا يجمعهم في مجهول الحال لنسكو خلط معه
نمانا هوران وحبا اوغين او هوران مجول حل اها هادا لكن موجسان هيا اسلام يا شعير موجسان هيا اسكاقا خلطة من لانو خلافكو حكو جرا نيكو كفر قيس هوران لو اقابا كو جرا مسالة اي رعلا وحاوي علماء فربضان او مسلمين ايان كتبتو ذا كفائده سنة كتبتو ذا كفائده سنة مسائل بحث علمي اتكو اركي سادو قيام بضان مرنا وحا اركي ايو عذر داركي الجهل العذر بالجهل والتأويل أقيل بحنايا مرنا ديدا قاعدة كلينا وش إن بدنا عنك هاللي مقالات عنك قري وحالينا من كان ظاهر التوحيد والإسلام واختلف قوله في العذر والتأويل ومات ولم نتبين من حاله فقد تعارض في أمثال أصل وظاهر مع ظاهر آخر هنا فانتان بالربع لن أسل كسوها وحي كان نغم مغدن كوارك جرمعوها إسلامي ويسي صلاة عبادية تنسق بانكو أرقنا لبا قول لوان أرقنا من أولي هاي مشرك الجاهل كان متأول كوا لو عذر دا من أولي لو عذر دا ما هي لبا دا قول كو كو دم ماذا أو كو انتو كو حجابتين ما قرأينا من النقان ننك أساقع تعارض في حقه أصل وظاهر مع ظاهر آخر فقط أصل كواك والأصل في البشرية توي الأصل في البشرية أصل كوحاك الراعة ظاهر أصل لباط بالراعة الأصل هو روح البو إسلام من موجزتا أو شعي ظاهر أي كم وقت إلا حكمه إسلام لباط أصل وإسرائيل ظاهر كلا حجيو قول كيسي قول كيسي في التكفير والنفي العذري وظاهر ننكي مجتهد قول يا شاه قول وناقص الظاهر هو محين قولك في قيمها بطن oo ku dhinto ku xijaabtay in kan xunu u dambeeyo waa asna waa muhtam ama dhaahir dhaadaad oo ma ka bunbuniso laba dhaahir iska soo horjeeda iyo dhaahir kaas oo laba asal xoojinayaan idan maxaa asal ku marka xog banaanka u yaala dhaahirka asleenka xoojinayaan baan cuskanayna hada ra'yi fi hada sinfi min al ulama ابن باز باكمده ابن عثيمين باكمده معلمي باكمده ابن باز ادو عدم العذر بدن لكن قليا وحكى صح حقوقي يجي لا ضربت مكسره لا باس عليش ملا ابن باز اسوع انه اصل كضبطيو اي هذا الكيس بدن لكن قليا وحكى حقوقي كو هي وحان هينا ميلو عذر دار شيغي انو لكن ولي ما أرك مشرك ماله وعود داري مد الاستاجن من هيلين يدكم يا ثيسان إذا تأسكوا هذا قاعدة إذا كفكني سداس كل منظرين تجمعات كجهاد جا يا طوائف تأهل قبلها شيك تعلوم هذا وضو سقعية صنبرنيسة نك هالقول وركيسو مل بيا الله نك لبا قولنا وحاتر هذا لبا أصلي وحاس عجيه ظاهر ظاهر كان صو قول كلابات وساقط مع قاعدة أن الإسلام يثبت احتياطا والكفر لا يثبت احتياطا كي قدم الديلوجيا دور بمجرد تاسمع هذا جزء عليس إسلام الروح احتياط والله حكومة إسلام قد بعده ما كور الروكس بحور المسلم دابات كدي ودائم المسلم ياه الإسلام يثبط احتياطا لكن أدى إنه قال يا لما أقوله كور إحنا نكور كيزي إنه قال يا إسكي قدح لما أقوله لأن الكفر لا يثبط احتياطا هو شاسنا وين هذا قاتل علماء الله تنبيهات كي يقول بينك كقبح هذا كقلبته وحاوي هذا الكي هو شلي قصة بسنا تنظيم القاعدة إيو دولة إسلامية حتى الراعي فرق دي كلام ما لها كتقالمي طالبان إذا ما ذي حتى دون الراعي وحين كودنا كلية مركان كهل إن مسألة إنك أنكو وقالني إنه مشرك أكتس كي هاي مسلم ورعت لقاها يو ظاهر أما صريحة أما نيو كوغي هاي إنه مشرك إسلام الحكومة أكتس ومسلم كي هاي تاسي وإن سألو فهمه جملة مربع الله إسكيت لقاسوه اللوجيه ده خاص
وحان بنان الإطلاق بنان في موضع التقييد وحقلوا بنان التعميم في موضع التخصيص لقرائن المقام لقرائن المقام نبي قال اللهم عليك بقريش أصلا كتير قريش مهاجروا رم بكتيرته ما صار زنا بسباري قريش توجد هو لا فهمها هي من قابه والله ما الله يبانو من قابك ما فهمك رضى وحبارين وما بتشد من قابانو نقول فهم يا الله الله يا وحان كلوا أباهين لك على سارو والقبرارو الفرق بين وجود العداوة والبغض وأصلها في القلب إيوه بين إظهارها للمخالف فرام بنك سوا الله هلقو خلط من إن أتكبر النقطة قالك أدعى وأمه جسوته أود نعضو حلقة ربا قلبك إن أتكن نعضو أو قلبك أتكن ربسونيس أو تككهونيس شرطي هديك الإيمان كو أسعي ماي لكن على ود أدقبتي قلبك كاب حسين أدمو جسطب برنانك أتصور لي قطو ومثل أخذ وعيسة أدي ديرانت هذا جيس النماذ هذا حيوو كني أضيق هذا قدرة أود هذا أخذ وعيسة إمدغ العيد وحولي شيخ أبو محمد عبد السلام العز سلطان العلماء أبو مسلو كه الله يبو شرح كوكا إلمامك وعلوس أدبو غنقا شيء وحلو الشيخ هالكاس وكو نفتي وحانا كوكا اللي في بوري قيسي بو أها لكن أنا بيق بانا يبوري سو أقول نفتي أشا أقول نفن كربوري وهذا مما أداه إليه إقدامه بوري إقدامه لكن أنا وحان دورها يبقى الإحجام صدرت من دقيل عدو حالة شيئا وأها رجع آديات هم أكن النقول أهب النقول ما لقوا بعي يسكدي وفيه النظر ما لقوا فرق مدي وفيه بحث وسكور رجع برجع قضية على هذا روح قصوم مسلم أو حاله هذا هاي قال كون عبي هاي أصل علب لي هاي قلبي وكره سنية إنه عبدي على وداس أفي أدن كموجي ومسلو خضوع عيسى قدرة استطاع على شرعك أنا أول ما أنت إنا حتى الشيخ يلا غير بنا أدايو أما تنفير كي ماذا أما لك الضريرة سيد الشاهي إيران قبس الشعب كوكاي عمل نقطة شيء مركب من ربنا المصلحة الشرعية ما القدرة الشرعية ما كلين إنها عضين كالتقليل القدرة الشرعية ما يلبن بلغي استاجي وحكذا لنا يا منكر كان إنكريديس تسريحيس عضين تيزم أما يكرد على طابة إسلام كم أن لقد اللامه فما أما يكرد على وحبان بعد إيجيسة وح شرط جاء وإن لقيها لقلب هذا البغضاء والعداوة للكفار الأصليين والمنتصبين لكن إن الموجزة ومصر تختلف من حين لآخر من شخص لآخر حسب رعاية المصالح الشرعية إن بدنا نواجه وان شرعي يعني لو خلط ضمن تكفير العادل محاكا ودنا وتنبيها اللباطة تكفير العادل وحاكا ودنا إن اعتقاد كفري فقط إن آمنت إنه كافر ياهي مشرك وحد آمنه والمشرك ياهي عادل كنو قال هذا آمن ليس هذا هو الأصل والشرط أما إن عادل كنو بقون له نمان كاسي منظرين تواقالو وحي راعينا هوشا كتا يقون واقالو وحي قضو عيسى كلبا قدر ذيذا لأنه وإنكار منكر أما وأمر بمعروف وحن الله أبانا يا نينك قلبي أفكا كإنكرا وناكسين يا نينك كعنك إنكرنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فباللساني والعب ستئين بنقان لإسقيه فبقلبي هاو شاسي أنكر المنكراتك وكفرك إيك هذا الكيس أعرف المعارفنا هي المعروفات نوا توحيدك أنت وحيو خضوع عيال مركز لقصو تقع عقدك قلبك لقصو تقو قدر ذي أخضوع عيسى هي كل بعدك أود هذا تاني على وقل دم أنا أمن سنين كي قرب تاني كافر يا بني سكتوا صفك سكت كتير لأن هذان ده كان كافر صفك كبحو هم واحد من الدين اللي قاعد يسن معي ده كان توحيد برتضو حوشك تدونيس اسكسو حبا تعيين كودية التصريح هذا إيه؟ لسوك أنت يكفى وحكفى معايا الله خير من زيد بن الخطاب تاقنا وشمع عبد الوهاب قبل زيد بن الخطاب العدو إيمت مشركين باتين إذنك وحنا وشرك قالاتين هستك عرق شيخ وكل عواء وحورنجل الله خير
من زيد بن الخطاب إن زيد بريدان إلهي بي. فلو صدقوا الله لكان خير القرآن كايري. إذن وحاوي ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هو شاسي مركة تاسنا وإلا فهمه وإن لقو خلدمين قضية مركة إيودا بيسانا وحاوي تعليق منذري الجهاديين هذا كوربان مر مقالاتك أن كل الدول يمعوها طارق بان كتل مامي طارق عبد الحليم بان كتل مامي تنظيم القاعدة رقب دونو عادير كتكفيري وكتبته اللي قفها مايا كتيرا مشركا نحو تارينين بانكو أطوار كيسا. كذلك التنظيم والدولة الرجاشة وكان اسمه سلسو خلافين عدة أنكها الله إنه وعدة هوشاسي عضيستي اللي أقيهاي لبقى الله أن لهين حالات وكل انتين لأقيهاي لأقيهاي نينكا وين كانكها الله إنه كوركا قباشادة مركا قاركوديان لغو خلطم الله أنه وحن أطلع سارين من ربطا إن فهم إيسان وحان أتشيهدو هذا لكم ما أنتم تسوقي وما سنتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة دي كلي وحايد من ديارته ديارته مسألة عروسة وحتى وهابي اسكو حيسو ديارته لغو حكومة القوانين الوضعية يبلشد هسجوك تمحو حكومة شحان إبراهيم وربو كليهاي ابن عثيمين وربو كليهاي وهابي سردنيسة هي فرق حيقة وخميسة إن شاء الله تعالى وما سنتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.